سجن يوسف ودخل معه السجن فتيان. الأول رأى رؤيا وفسرها يوسف أنه سينجو وسيعمل عند الملك. الآخر رأى رؤيا فسرها يوسف أنه سيموت وسيصلب. يوسف قال للذي سينجو اذكرني عند الملك. هذاك نسي. سبحان الله، تمر الأيام وتمر السنين وتأتي رؤيا للملك ويطرحها أمام الوزراء. إني أرى 7 بقرات، هذا الرجل الساقي وهو يسقي الذكر والذكر بعد أمة، أنا أنبئكم. أعرف رجل فسر لي رؤيا اسمه يوسف، دخل على يوسف: يوسف أيها الصديق أفتنا. يا الله، يوسف لم يعاتبه، على طول فسر رؤيا: تزرعون 7 سنين، لأنه يعلم أن كثرة العتاب لا يجدي ولا يعيد فائتا. لا تعاتب كثيرا، الناس تنسى.